كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن موعد إجراء نهائي كأس السوبر الجزائري بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. مدوار ولد نزله صباحة اليوم ضيفا على الإذاعة الوطنية أكد أن المباراة ستلعب في الفاتح ماي في سهرة رمضانية، متمنيا في الوقت نفسه أن تنقل إلى خارج الجزائر وتسوق حتى تستفيد الرابطة من عائدات مالية.